وللحديث أكثر حول الأوضاع الصحية في العراق بعد تفشي فيروس كورونا وعجز النظام الصحي في مواجهة الوباء ما نتج عنه عدد كبير من الوفيات المرشح للازدياد في ظل الفشل الحكومي، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. سيد لبيد، بداية أهلا بك. أعداد الإصابات بفيروس كورونا تتزايد وكثير منهم يلحق بمن مات بسبب الفيروس بعد مرور أكثر من شهر على انتشار الوباء، هل ترى أن الإجراءات التي تتخذها حكومة بغداد تتوازى مع حجم الكارثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بالنسبة للإصابات التي حصلت في العراق، نتذكر بأن التمادي الذي حصل والتراخي الذي حصل منذ البداية من قبل الحكومة كان هو السبب في بدايات الإصابات التي حصلت. نعلم بأن جميع الإصابات التي حدثت في العراق هي ناتجة عن انتقال الفيروس عن طريق من إيران إلى العراق، وأكد جميع المراقبين، أكدوا وكل السياسيين وكل المنظمات وحتى منظمة الصحة الدولية أكدت بضرورة غلق الحدود نهائيا مع إيران كي لا يتسرب الفيروس إلى العراق. جميع الدول أغلقت حدودها مع العراق، دول الجوار، بس بقت المنافذ التي الإيرانية العراقية هي المفتوحة، وهذا هو الذي قاد إلى تفاقم الأزمة الآن في العراق. وهناك شكوك في الحقيقة تدور حول ما تدعيه الحكومة من أن الحدود مغلقة مع إيران. لا زال هناك تقارير تؤكد بأن هناك منافذ مفتوحة بين إيران وبين العراق. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، البيانات التي تدلي بها الحكومة مشكوك فيها. الحقيقة الإحصائيات تدلل، وهناك تقارير تأتي من المستشفيات ومن أطباء تؤكد بأن هذه التقارير كاذبة وهي أقل بكثير من الواقع. نعم سيد لبيد، في إطار هذه الأرقام والإحصائيات التي تعلنها الحكومة والتي وصفتها حضرتك بالمشكوك فيها وهي تنافي الواقع، كما قالت طبعا هيئة علماء المسلمين في العراق وكما ذكرت المنظمات الدولية المختلفة، باعتقادكم لماذا تخفي الحكومة الأرقام الحقيقية للضحايا في العراق؟ نعم، الحكومة، كل الحكومات في الحقيقة، سواء الحكومات الدكتاتورية أو الحكومات الاستبدادية أو الحكومات التي تمثل المرتبطة بأجندات خارجية أو التابعة لدولة خارجية مثل الحكومة العراقية، هذه تمتاز بالكذب. لا، هذا الأمر لا يقتصر على البيانات التي تتعلق بفيروس كورونا. البيانات، الحكومة تكذب على الشعب وتخفي الحقائق عن الشعب. هذا فيما يتعلق بالخدمات الصحية والخدمات، جميع أنواع الخدمات الأخرى. الحكومة ليس لها أي مصداقية، فقدت مصداقيتها، والشعب بالحقيقة فقد ثقته نهائيا بما تقوله الحكومة وما تدعيه. نعم سيد لبيد. نعم سيد لبيد، إذا كانت الحكومة لا تستطيع كما تقول التصدي لهذه الجائحة، لماذا إذن لا تطلب هذه الحكومة المساعدة من المنظمات الدولية، من منظمات الصحة العالمية، لا سيما وأن هناك حديثا عن محاولات من منظمات طبية لتقديم المساعدة؟ ما الذي يمنع الحكومة أن تفعل ذلك؟ الحكومة لا تفعل ذلك لأن الحكومة تعتقد بأنها هي قادرة على إدارة هذه المسألة والتصدي لهذه الأزمة، وهي عاجزة عن هذه المسألة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الحكومة لا تبالي بما يحدث وما يحصل للشعب. الحكومة بالنسبة للشعب، قيمة الإنسان بالنسبة للحكومة لا قيمة له، بدليل أن الحكومة، أكبر دليل على أن الحكومة في واد والشعب في واد، ما حدث بالأمس واليوم. تم استقبال لإسماعيل قاني. إسماعيل قاني لا يمثل شيء، لا 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 علاقة له لا بالصحة ولا يمثل أي جهة رسمية، وإنما يمثل فيلق عسكري، فيلق تبع الحرس الثوري، الحرس الفازدار الذي حرس الخميني. إجا زار العراق واستقبلوا هذا الاستقبال الهائل، من رئيس جمهورية إلى مجلس الوزراء إلى الوزراء إلى قادة الميليشيات وقادة العصابات، كلهم أحاطوه بهذه الهالة العظيمة. هذه دولة مهتمة بالورع الصحي للبلد، بالورع الصحي للشعب، التي عارضة تركت كل شيء في هذه الأزمة، أزمة نفط في انخفاض، أزمة اقتصادية هائلة، أزمة تجارية هائلة،
وتترك كل شيء وتستقبل اسماعيل قاني يعني قائد عصابات يعني. سيد لبيد، باعتقادك يعني مع عدم التزام المواطن العراقي كما تعلم ويصلك من معلومات، مع عدم التزام المواطن العراقي بتعليمات البقاء في المنزل بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للأفراد أيضا، باعتقادكم هل العراق مرشح لأن يكون بؤرة أكبر مما تعانيه أمريكا من الفيروس الآن؟ هل هذا وارد؟ بالتأكيد، بالتأكيد وبالتأكيد والله المستعان. يعني هناك تحذيرات بالأسبوعين المقبلين في كل العالم وبشكل خاص في الدول المتخلفة، في المتخلفة صحيا، الخدمات الصحية كما نعلم المنظومة الصحية بالعراق بالأساس هي كانت آيلة للانهيار يعني قبل مشكلة فيروس كورونا، فما بالك الآن؟ يعني المنظومة الصحية في العراق مرشحة للانهيار التام، بحيث أن المؤسسات الصحية والمراكز الصحية ستعجز عن استقبال مرضى جدد. يعني المريض هو يصطفل، هو يروح يقعد ببيته هو يصطفل، يعدي باقي أفراد العائلة وجيرانه أيضا، لأنه هو مضطر للخروج، مضطر لكسر الحظر. يعني الناس تتحدى كسر الحظر مع علمها المسبق بأنها ستعاقب، سيواجهون العقوبات ويزجون بالسجون لآخره، لكن مع ذلك هو مضطر، لأنه أكثر العراقيين هم كسبة بالحقيقة وأصحاب حرف يعني أو أجراء يعني بأجر يومي يشتغل ما يقدر يترك شغله. نعم، في سؤالي الأخير يعني. نعم، في سؤالي الأخير إليك سيد لبيد الصميدعي، وأنت عضو التحالف الوطني المعارض المقيم في مالمو، يعني الجهود المبذولة من قبل الجهات الصحية في العراق وأنت تعلم أنها لا تقارن بالمستوى الاقتصادي لدولة نفطية كالعراق، باعتقادكم أين تذهب مخصصات الرعاية الصحية منذ 2003 وحتى اليوم؟ هذه تذهب إلى حيتان الفساد، لأن احنا كل وزارة من الوزارات، وبالمناسبة وزارة الصحة هي من أكثر الوزارات التي تفشى فيها الفساد منذ البداية، وهذه الوزارة كان مسيطر عليها واعتقد ما يزال يسيطر عليها التيار الصدري، والتيار الصدري كان يمول كل فعالياته وكل نشاطاته وكل عصاباته وكل عمليات القتل كلها كان يمولها من وزارة الصحة، المؤسسة وزارة الصحة ومؤسساتها كلها كانت يعني مدراء المستشفيات وطاقم الإدارة للمستشفيات والمراكز الصحية يسيطر عليها التيار الصدري، والتيار الصدري هو بالأساس هو بالحقيقة هو اللي أسس ميليشيا المهدي، وهي هذه الميليشيا التي فرخت الميليشيات الاخرى يعني. شكرا. يعني ميليشيا هائله كبيره، فهذا هو وزاره الصحه هي تذهب الى حيتان الفساد حالها حال باقي المؤسسات والوزارات الاخرى. كنت معنا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.